ارتفع عدد الضحايا في حريق الغابات الذي يطال ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 59 قتيلا وأكثر من 130 مفقودا. وقد صنف الحريق على أنه أسوأ حريق غابات في تاريخ الولاية من حيث عدد القتلى والدمار الذي سببه. تلتهم الأخضر واليابس، تمتد على امتداد البصر، تأخذ في طريقها البيوت والشوارع والأشجار وأرواح عشرات قضوا وهم يحاولون الهرب من لهيبها. حرائق كاليفورنيا تتواصل رغم جهود مكافحتها. أكثر من 300 في عداد المفقودين حتى الآن. زادت رقعة النيران إلى أكثر من 56 ألف هكتار. أزيد من 9000 رجل إطفاء وموظف من ولايات عدة يشاركون في محاولة الحد من توسعها. تظهر الصور بشاعة ما تخلفه النيران. لم يبقى من مدينة بارادايس في كاليفورنيا إلا رماد يكسو ما دمرته الحرائق. أما التركيز الآن فينصب على محاولة الحفاظ على الأرواح. تركيزنا الآن على سلامة الأرواح والعناية بالناس، لهذا نحن هنا. نريد مد العون للمؤسسات الحكومية المحلية، نريد أن نساعد لضمان أن المواطنين يفهموا أنه إذا تضرروا فهناك مساعدات قادمة كنتيجة لتوقيع الرئيس الأمريكي على إعلان كاليفورنيا كمنطقة منكوبة. تحاول الحكومة الفيدرالية إذن تقديم يد العون إلى كاليفورنيا بعد إعلانها منطقة منكوبة. لا تمنع الثلوج هنا من التغطية على لهيب حرائق كاليفورنيا، ليس فقط تلك التي تشتعل هناك ولكن تلك السياسية التي اشتعلت بسبب تغريدات ترامب. يقول ترامب في تغريدة إنه يقف مع كاليفورنيا في محاولة للتقليل من انعكاسات تغريدة سابقة أغضبت رجال الإطفاء وأثارت الجدل. قال فيها إن الإدارة السيئة للغابات هي السبب وراء هذه الحرائق. لا يتوقف الجدل بتغريدات ترامب الجديدة، لكن الأمل أن تؤدي الجهود إلى الحد من النيران التي تهدد بكارثة بيئية كبيرة. ريما أبو حمدية، تلفزيون العربي، واشنطن.